مباراة الزمالك وطلائع الجيش. في الزمالك وطلائع الجيش هنتكلم على اهم حالات موجوده فيها. هنتكلم في طبعا الهدف اللي تم الغائه للزمالك، الخطوط صحيحه النهارده، وحكم الفار تدخل صحيح بالغاء هدف الزمالك الاول اللي كان تم تسجيله، و يعني النهارده اجاده من حكام الفار اللي موجودين. لكن نتكلم في ركله الجزاء اللي تم احتسابها لنادي الزمالك. احنا بنتكلم ان دايما احنا بنتكلم دلوقتي قدامك الهدف اللي تم تسجيله ده، الخطوط طلعت مظبوطه والغاء الهدف كان سليم من حاكم الفار. اخذ وقت بس مفيش مشكله، في الاخر وصلنا للقرار الصحيح والخطوط تم رسمها بشكل صحيح والتسلل موجود. اللقطه الثانيه بنتكلم على ركله الجزاء اللي تم احتسابها لنادي الزمالك. ركله الجزاء موجوده والحكم موجود في مكان مميز، لكن احنا بنتكلم ان مفيش اتاحه فرصه. المبدا العام مفيش اتاحه فرصه في ركله الجزاء، ولكن اذا كان موجود معانا احتماليه ان ممكن يبقى فيه هدف، ثلاث ثواني مش هياخر ركله الجزاء. يعني القصه هنا بالنسبه لنا الاعاقه حصلت بالرجل، مفيش اعاقه بالايد، الاعاقه بالرجل، ركله الجزاء سليمه. لكن احنا لو استنينا ثلاث ثواني في هدف تم تسجيله كان اهم من ركله الجزاء، لان في احتماليه ان ركله الجزاء تضيع. وبالتالي الافيد للزمالك ان يتم يعني ننتظر كحكم ثلاث ثواني بالظبط. يعني الموضوع ثانيه ثانيتين ثلاثه، هتلاقي اقل من ثلاث ثواني اللعبه اتلعبت ومعاك الصفاره ومستعد، والصفاره اتاخرت شويه في ركله الجزاء، لكن في الاخر تم احتساب ركله الجزاء. كان الاصح ان مش اتاحت فرصه، ناخر الصفاره شويه، دخلت هدف يتم احتساب الهدف. طبعا ركله الجزاء راحت، واللعبه دي يا كريم هي كانت لعبه المباراه، الماتش خد 0-0 باللعبه دي هتبقى مشكله كبيره. لكن نحمد ربنا ان اللعبه دي ما اثرتش على نتيجه المباراه النهارده، بس نتعلم منها كتحكيم ان احنا ممكن ننتظر شويه في حاجه زي كده، والثلاث ثواني دول مش هيفرقوا قوي مع بس هو كابتن جاد معلش وفهمني اكتر، عشان انا بقى على حسب فهمي انه مفيش اتاحه فرصه في ضربات الجزاء، مظبوط ولا انا غلطان؟ اذا كان في تسجيل هدف مباشره بعدها، يعني مفيش اتاحه فرصه في ركله الجزاء، ده مبدا عام. الا اذا كان في اللعبه اللي بعدها مباشره في تسجيل هدف، فبالتالي انت لو استنيت ثلاث ثواني او ثانيتين في الصفاره تطلق الصفاره، مفيش خالص مشكله. انت لو حتى لو ما تمش احراز هدف هتصفر لركله الجزاء، مفيش عندنا مشكله. مفهوم. لكن هو مبدا العام زي ما قلت لك، مفيش اتاحه فرصه في ركله الجزاء. لكن في لعبه زي دي كانت تحت فرصه مهمه جدا، مش تحت فرصه بقى انت تتاخر الصفار في ركله الجزاء، وبالتالي هتسمح للهدف يتسجل بدل ما تخاطر ان الفريق ممكن يضيع ركله الجزاء. طيب كابتن جاد بشكل عام بقى، بعيد عن الدوري المصري، رايك ايه في الاداء التحكيمي في كاس العالم 2022؟ والله الدنيا ماشيه بصوره كويسه. اي نعم في اخطاء، انا في اخطاء اتكلمنا عليها وسجلناها مع بعض وبنتكلم عليها، لكن بنتكلم في الشكل العام على التحكيم مش مؤثر خالص في نتائج مباريات. مفيش مباراه حصل ان فرقه خرجت من كاس العالم بخطا تحكيمي، مفيش كوره خرجت وما خرجتش او تسلل ما تحسبش. الحاجات المؤثره اللي كانت ممكن تحصل بدون الذكاء الاصطناعي اللي موجود، وبالتالي بنتكلم في نسبه كبيره جدا نجاح تحكيمي غير طبيعي في كاس العالم قطر 2022. الذكاء الاصطناعي اللي موجود في كاس العالم 2022 احنا بنتفرج عليه في تفاصيل كثيره لها علاقه بالتسلل والخطوط وتقنيه خط المرمى وخلافه، بنقعد نفكر احنا امتى ممكن في مصر الحاجات دي تبقى موجوده عندنا في الكره المصريه وفي الدوري المصري. متفائل ده ممكن يحصل في سنين قريبه؟ والله بص، اللي كان بيفكر كريم قبل كده ان ممكن الفار يخش عندنا في مصر ولا لا، كان كله يعني مش متفائل ان يخش يدخل الفار في مصر ونشوف تقنيه الفار موجوده في مصر. لكن مع ده اكيد هنوصل للتقنيه دي بس بعد فتره. يعني اولا تدخل الاول في الخمس دورات الكبرى على مستوى العالم، وبعد كده ان شاء الله هتجيلنا مصر. يعني التكنولوجيا والتطوير التحكيمي اللي موجود في المستوى في العالم كله عاجلا او اجلا هيجيلنا، بس القصه برضه بتاخر عندنا شويه على ما توصل، زي ما الفار تاخر عندنا شويه على ما وصل، واكيد التقنيه دي هتتاخر شويه على ما توصل. لكن في الاخر انا متاكد انها هتوصل ان شاء الله عندنا، ما دام بدانا القصه بالفار اكيد الحاجات دي كلها هتجيلنا ان شاء الله.